في اشاعات ولغة كبير قوي وكلام كتير قوي عن المصابين وما طلعوش مصابين، اقولهم مش النبي طبعا بعد شر عليه، وليد ربنا ربي يكمل شفاء على خير هو وديانج. في كده زي اشاعات وعليك برضو، يعني مثلا تسمع ايه، لا 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 اصل كهربا يعني مش دماغه قوي، كهربا لا 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 ممكن ما يعملش حاجه. تسمع الحاجات دي زينا زيك اكيد تسمعها. انا بسمع كل حاجه بشوف كل حاجه. بتتعامل معاها زي انت محمود، يعني بتقول لنفسك ايه؟ عايز تثبت العكس ده، بتبقى عايز تثبته ازاي؟ بص انا يمكن انا من يعني من زمان قوي، من 5 سنين مثلا 2015 يمكن اتحطيت تحت ضغوطات كتير قوي، فكنت بتشتم كتير يعني في ماتشات كتير، كنت بضيع جوان يعني كنت بتهاجم. فانا متوقع ومتعود على الحاجات دي كلها يعني. انا يمكن خلال الفتره اللي رحت احترفت فيها في البرتغال ديت يمكن كانت اصعب ايام حياتي يعني. يعني كان بجد صعب، فكنت متعود على الحاجات دي. اصعب ايام حياتك من ناحيه الضغوط، ضغوط الجماهير. ضغوط الجمهور اصعب حياتي، ان انا كنت قاعد هناك لوحدي وضغوطات كل يوم بقى، كل صعب. يوم شتايم شتايم شتايم. والمشكله ان يعني بيحصل شتايم لاهلي يعني ما لهاش علاقه بيا يعني، بتبقى اصعب بتبقى اصعب حاجه دي في الدنيا. والضغوطات دي كلها بتبقى انا ما بركزش فيها. انا عندي مثلا يعني ممكن احكي لك على موقف كده في ماتش الاتحاد. يمكن انا قعدت على الدكه والناس شافتني مثلا قالت لك ده متضايق لا انا لو رجعت للصوره ماتش الاتحاد نهائي كاس مصر، قبل النهائي نص نهائي كاس مصر. كان وانا قاعد فانا حاطط رجلي على رجلي، انا بحب يعني عادي انا بحط رجلي على رجلي، بنقعد براحتنا احنا قاعدين، فخسرين 1-0 فانا قاعد متضايق، فالكاميرا جت عليا وهم الصوره دي اللي مسكوها قال لك كهربا عايز ما هو الطبيعي انا مش هضحك وانا خسران 1-0 صح، مش هبقى قاعد مبسوط يعني، مش قاعد كده وبقى نفسي ان انا انزل. بس انا ما يعني مثلا المدرب مش هينزلني، اقوم مثلا اتخاني او اقعد مثلا مكشر ومتضايق في وش المدرب ووش زمايلي؟ لا طبعا.